ماشيين، شفنا اليهود قدامنا والدبابات، شفنا اليهود قاعدين بدهم عادي. في واحد قرب ما طلع فيهم عادي، واحد قال لي امشي لين تطلع فيه، قلت له ايش يعني خوفتني انت؟ والله ما خفت منه. وتقبل ربنا رب العالمين بس بخاف منه. حصرونا اول حاجه ارفعها ويطلب انا نستخدم مع ايش هوايه هويه، ارفعها ويطلب يا ايش هويه قدوم. شفناهم بيضربوا فيهم وعذبوا فيهم قدام، وفي ناس قاعدين وبعدين حاصروا الشباب والاطفال الصغار، حاصروا الشباب والنسوان كلها حاصروهم، بس النسوان يمشوا احنا مشينا عادي، اما الشباب ضلوا. انا قالوا لي ارجع، انا ما رضيتش ارجع، انا ضد المشيات، قاعد يطلقوا رصاص علينا. ما حدش خاف، كله بيدلق وبرفع، يلعبوا فينا لعبه يقولوا اقعد ارفع اقعد ارفع الشارع، احنا لعبه حسبي الله ونحن الوكيل بس فيهم.